الحارسي الحارس القطري المحترف في انجلترا، وبتوصل على طول لباكاماني، صاروخ ارض جو على طول لباكاماني. ادي الرقصات الافريقيه، وادي على طول الرقصه الجنوب افريقيه على طول لباكاماني، يحرز هدف، وكان هيبقى فيه هدف تاني، ولكن باكاماني يقول انا رجعت من تاني 19 سنه باكاماني. وادي الفرحه المصريه في الملاعب السعودية بتتحلى في يوم جميل وتفكير عميق لأحمد أيوب نجم دفاع النادي الأهلي. وادي على طول الخطأ الدفاعي ل 14 إبراهيم غالي، بيكلفه خطأ، ولكن اللي بيلعب عليه على طول باكاماني على طول. أول أهداف اللقاء، يتقدم النادي الأهلي بهدف لا شيء في الدقيقة 34 من زمن أحداث الشوط الأول. أدي باكاماني وتسديدة صاروخية لا تصد ولا ترد على يمين علي الحبسي احد الحراس المميزين، ولكن راحت بعيد جدا. واول اهداف اللقاء بباكاماني الخطير، شوفوا الكره رايحه ازاي، صعبه جدا على علي الحبسي ولا غير علي الحبسي انه يقدر يعمل لها اي حاجه، وتقدم النادي الاهلي بهدف لا شيء حتى الان.